صباحكم أعزائي المشاهدين، نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامجكم في الضحى على تلفزيون قطر. إن شاء الله يكون صباحكم جميل، صباحكم جميل أكيد في يوم الخميس. إن شاء الله يكون عندكم جدول جميل تروحون فيه لعنن ولا كشتاتكم، ونفس الشيء تستغلون وقتكم في أشياء تستفيدون منها أنتو وأهلكم وربعكم إن شاء الله. وأكيد معاي شوق النقدي، بنقول لك صباح الخير. يسعد صباحك أكيد ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر وين ما كنتم تتابعونا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج في الضحى. فعلا اليوم الخميس، نفس ما قلت واحد لازم يستغل الخميس أكيد بالأمور اللي تفيده وتنفعه هو، سواء لا كانت أو حتى لأسرة. فطبعا مرة جديدة أكيد نقول لكم يسعد صباحكم، حياكم الله في هذه الحلقة اللي راح تكون إن شاء الله منوعة، تحوي العديد من الفعاليات، العديد من الأنشطة اللي راح نسلط الضوء عليها أكيد من خلال فقراتنا، من خلال ضيوفنا، وأيضا من خلال التغطيات الخارجية اللي احنا حريصين دائما في كل حلقة يكون عندنا هذه التغطيات، حساس أنتم تكونون مشاهدينا على معرفة أول بأول أكيد بكل التفاصيل والفعاليات المقامة في دولة قطر. وعشان نبدأها بداية خير ويكون شيء يشرح الصدر، خلونا نشوف لقطات جميلة لدولتنا الحبيبة وراجعين مرة ثانية. ابشري يا دار بالعز المديد، عيدك التاريخ وفعلنا امداده، فخرنا قاسم مجدنا يزيد، شيخنا التميم رمز السياده. ابشري يا دار بالعز المديد، عيدك التاريخ وفعلنا امداده، فخرنا قاسم مجدنا يزيد، شيخنا التميم رمز السيادة. بالعز المديد عيدك التاريخ فعلنا امدادة، بالعز المديد عيدك التاريخ وفعلنا امدادة، فخرنا قاسم مجدنا يزيد، شيخنا التميم رمز السيادة. نكمل النهضة بعلم وإجادة، نسأل المولى الرب المجيد يحفظ التميم وتعلم جادة، جدد الولاء بعيد جديد، نكمل النهضة بعلم وإجادة، نسأل المولى الرب المجيد يحفظ التميم وتعلم جادة. رمز السيادة.
راشدي للطيب يا الحر والعميد يا تميم المجد يا الحزم وعمادة آل ثاني لابت الشعب العتيد شعبة المضيوم للقاصد عتادة يا سليل الطيب يا الحر العميد يا تميم المجد يا الحزم وعماد آل ثاني لابت الشعب العتيد. الله يحفظنا أكيد شيخنا تميم وأكيد كل من يسكن على دولة قطر دولتنا الحبيبة أكيد هذه الدولة المعطاء اللي ما قصرت في حق أحد سواء من مواطن من مقيم أو كل من على هذه الأرض. طبعا نايف أكيد أنت توافقني في هذا الكلام. أكيد الله يحفظ شيخنا وشعبنا الحكومة الرشيدة إن شاء الله أنها مش مقصرة مع الجميع. الله يحفظ قطرنا يعني ذمتكم ما نشرح صدركم بالمناظر الجميلة يا جماعة. أي والله العظيم فعلا إحنا دائما كبرنامج في الضحى حريصين دائما في كل صباح نبتديها بهذه المشاهد الجميلة فعلا تشرح الصدر تفتح نفسنا دائما هي هذه أجمل مناظر الواحد يمكن يقوم عليها سواء قاعد نشوف المعالم السياحية المهمة البحر كل مكان كل مكان في دولة قطر أكيد يحمل رمز يحمل جمال في أكيد أعباقها. والأجمل نايف أن دولة قطر نفس ما قلنا هي فعلا ما قصرت في شعبها سواء قلنا مواطنين أو مقيمين سواء من الحملات من الفعاليات المختلفة اللي تنظمها وتقيمها بشكل دائم بشكل مستمر قاعد نشوف اهتمامها بكل القطاعات تعطت اهتمام كثير سواء في قطاع الرياضة قطاع السياسة الحكومة التعليم في كل المجالات فأنت ملاحظ هذا الشيء يعني أكيد ملاحظ. ومؤخرا أو الفترة اللي طافت كنا نسمع حملة دلني حملة دلني ما شاء الله عليهم من مرصب المدارس حملة دلني نفتح الجرائد حملة دلني صحيح. عندهم مواضيع عديدة فهالمرة ايش عندهم؟ هالمرة طبعا هم دائما هو كذا حملة دلني هي دائما تكون عبارة عن رسالة توجهها للأفراد سواء للطلاب المدارس أو حتى لأولياء الأمور أنها هي رسالة نهج أنهم يصححون من نفسهم أكيد يروحون إلى سلوك نقدر نقول خير سلوك قيم أكيد هم يرزون في نفوسهم. هم دائما نفس ما قلنا في كل نسخة من حملة دلني يحاولون يأخذون جانب معين يعززون القيم فيه من خلال هذه الحملات. هالمرة هم كان عندهم توجه أكثر بالنسبة للرياضة خصوصا بما أن احنا دولة قطر الحمد لله أيضا أولت اهتمام كبير لجانب الرياضة غير كذي كان عندنا اليوم الرياضي للدولة فجميل نشوف أيضا أن كحملة دلني كان لها جانب أيضا من هذا الجوانب هي تبرز الرياضة في هذا المجال تبرز وتعطيهم وتعزز القيمة لأهمية الرياضة. هالمرة كانت عندنا صلاح الدين الأيوبي هذه المدرسة كانت أيضا مشاركة في حملة دلني فأكيد تفاصيل أكثر مشاهدينا راح نشوفها من خلال هذا التقرير ولنعودة. الأهداف اللي ارتكزنا عليها في الفعاليات اللي اليوم الرياضي حملة دلني أولاً تنمية قيمة الصدق لدى أبنائنا الطلاب، اثنين تشجيع الطلاب على احترام الآخرين متمثلة في احترام القوانين الرياضية والمنافسات والأحكام الدولية والحكم الرياضي نفسه، ثلاثة تقدير الآخرين والشكر لهم على هذه الرياضة. الحملة هي تتحدث عن القيم الثلاث هي الصدق والاحترام والتقدير وشكر الآخرين. نحن نحب أن هذه القيم الثلاثة أنها تبرز في جميع حياتنا العملية. حبينا نبسط الموضوع لنا ولأولياء الأمور ولجميع الطلبة. فنحن المجلس الطلابي وحملة دلني نحن حبينا نقيمها ونضعها على أرض الواقع. يعني مثلا لو لعبنا كورة وصار فاول أو يعني مثلا كسرته بالغلط يعني نقول له سامحنا ونتأسف منه. بصفتي أمين السر مجلس الطلابي أرحب الموجودين في هذا الحفل وقيمة العمل هي الصدق والاحترام وشكر الآخرين. اليوم سوينا هذا الحفل لإبراز طلاب مدرسة صلاح الدين كيف عندهم القيم الثلاثة قيم الاحترام والصدق وشكر الآخرين وكيف نقدر نوظف الاحترام والتقدير وشكر الآخرين والصدق في الكرة. والله احنا ما شاركنا في حملة دلنا لإيمانا كاملا منا بالحملة وتشجيعا لها
وخلال الشعار حملة دولاني مع نرتغي اللي جاء فيها الصدق والاحترام والتقدير، هي تهدف لجميع المجتمعات. والآن احنا نتحدث عن المستوى الطلابي، أبنائنا الطلاب، لترسيخ هذه الفعاليات اللي عندهم ولا قيمة الصدق والاحترام والتقدير والشكر الآخرين، حتى تكون لهم في المستقبل بمثابة الأمر لمنهج أو الأمر ليمشون عليه. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير. احنا انا عن نفسي ما راح اتكلم عن الموضوع بذاته، انما راح اتكلم عن حملة دلني بذاتها. تعزيز القيم هذه منذ النشأ راح يساعد كثير لما هالاطفال ان شاء الله يكبرون ويكونون خير مثال. ولما نتكلم احنا عن الرياضة فما شاء الله عليهم حتى في لعب الكورة قاعدين شلون ان يعتذرون من بعض لو صار فاول، حتى نفس الشيء تعاملهم مع الحكم. لما نشوف في مثلا لما نوصل للدوري القطري، يعني يمكن احيانا في امثله من اللاعبين الاجانب يمكن شوي يصير نرفزه ولا غيره، هالاشياء تكون تنافسيه او الاثاره، لكن في هذه الحمله قاعدين يعلمونهم حتى الاشياء هذه، انها شلون يكون المحبه والموده، وان في النهايه هي الرياضه. يعني لما يقولون الروح الرياضيه فهذه هي الروح الرياضيه، ان يكون فيها تسامح وخلق طيب. صحيح، اكيد طبعا، وهذا ما حتنا دينا عليه اكيد نايف. لما نشوف ايضا نفس هذه الحمله دلني هي فعلا تسهم في تعزيز هذه القيم، تسهم ايضا في تعزيز نفس ما هم قالوا الرياضه والاخلاق، هو هذا كان المسمى لهذا العام. فجميل المشاهدين احنا قاعد نشوف هذه القيم قاعد تبرز في نفوس اطفالنا، قاعد نشوف ايضا ان هم الاطفال المشاركين نفسهم عندهم رغبه، عندهم دافع قوي انهم فعلا يلتزمون في هذه الحمله، مش فقط لوجودها كحمله، لكن ايضا هم حابين يلتزمون فيها حتى بعد انتهاء هذه الحملة لما تحملها من قيم. طبعا أكيد إحنا ديننا الإسلامي يعني بشكل أساسي هذه الأشياء عندنا، سواء الأخلاق، المسامحة، أنك أنت تعتذر، تبادر بالاعتذار، طبعا هذا شيء جميل، وأكيد ديننا الإسلامي يشجع على هذا الأمر. فإن دل هذا فعلا دل أن دولة قطر مهتمة بشكل كبير في هذه المجالات، سواء قلنا نفس ما قلنا في سواء في الرياضة أو حتى كحملة دلني كثير من الأمور تتناولها فيما يخص الأخلاق وتعزيز الأخلاق لدى سلوك الأفراد. ومن بعد حملة دلني خلونا نفس ما عودناكم نروح لأخبارنا المحلية والعالمية المنوعة. وطبعا نبتديها بأول خبر من جريدة الوطن، تفعيل كاميرات المراقبة التجاوز. أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها على فيسبوك أن الجهات المختصة بدأت في تطبيق مخالفات التجاوز من اليمين وتغيير المسار في المقاطعات والوقوف في المربع الأصفر عن طريق كاميرات المراقبة والرادار التي تم تركيبها خصيصا لهذا الغرض عند تقاطعات الطرق والإشارات الضوئية. بموجب هذا الإجراء الجديد لن تكون هناك حاجة لانتظار دوريات الشرطة أو تواجد رجال الأمن لرصد هذه المخالفات، وإنما ستقوم الجهات المعينة بتسجيل المخالفات المشار إليها مباشرة على المركبات المخالفة من خلال الكاميرات المخصصة لهذا الغرض. يعني نقدر نقول الحين لازم كالحين أكيد كل سائقين المركبات يأخذون الحذر والحيطة أكيد من خلال سياقتهم، لأن دائما لازم هناك يكون في التزام بقواعد المرور. أكيد هي الهدف الرئيسي منها هو التخفيف من الحوادث أكيد والتخفيف من الأزمات اللي قاعدة تصير في المركبات. فجميل قاعد نشوف أيضا، هو جميل ومش جميل الخبر في نفس الوقت، إن إحنا قاعد نشوف فعلا راح يكون في رادارات أكثر، لكن بنفس الوقت هو إن حطوا هذا الشيء أكيد راح يكون يصب في مصلحتنا إحنا الشعب بما يخص الأمن والسلامة. أنا أشوف أن النقطة الإيجابية الأكبر أنه راح تصير مراقبة ذاتية، يعني بدل يوصل الشخص عند الإشارة يطالع يمين يسار يشوف رجل المرور، لا الحين خلاص موجودة الكاميرات، يعني معناتها أنت على طول لازم تكون ملتزم. هالالتزام مش عشان الكاميرا، عشانك أنت، عشان نفسك، أهلك، عشان ما تخسر صحتك إن شاء الله. صحيح. والله يبعد الجميع عن الشر. اللهم آمين. نروح لجريدة الراية، شروحات جديدة لطلاب الثانوية على يوتيوب. جريدة الراية طرحت هذا الخبر اللي هو يتكلم عن
الشروحات، حطوا شروحات لجميع مواد معينة في صفوف معينة على اليوتيوب. فأعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر صفحتها على موقع تويتر عن توفير دروس تعليمية مصورة للصف الثاني عشر، وذلك على قناة الوزارة بموقع يوتيوب. وفي السياق نفسه، بحسب معلومات الراية وجه مكتب الإشراف التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي المدارس إلى قيامه بتوفير مصادر تعليم مساعدة ومتنوعة وجذابة للطلاب، لافتا إلى أنه تم إنتاج مجموعة من الفيديوهات لدروس تعليمية مصورة من قبل فريق معلمي المدارس وأخصائيي هيئة التعليم. يعني الموضوع وصل لين عندهم، بدل الأطفال أو النشأ أنهم ماسكين الآيباد ولا غيره يشوفون بعض المقاطع، ونفس الشيء يشوفون على اليوتيوب. فالله لا يهنا يضيف قناة الوزارة ويشوف المقاطع اللي موجودة، فالتذكير جيد وإن شاء الله أنهم يستفيدون من هذه الخدمات. طبعا أكيد، بس حابة أزيد أيضا على هذا الكلام أن هي فعلا كانت هناك مواد محددة، هي كانت الكيمياء والفيزياء والرياضيات بالنسبة للصف الثاني عشر، وإن شاء الله تكون في نقدر نقول الفترة القادمة يكون هناك في مواد دراسية تكون أكثر وأكثر. طبعا أكيد أن الهدف الرئيسي هو أن التسهيل، وأيضا هو أعطاهم فرصة أخرى في أنك تدريس. نحن نعرف أن دائما يمكن هذه الشباب أو هذا الجيل دائما يهتم بأنه يشوف المواقع الإلكترونية، فهذه فرصة لهم أيضا أنهم يشوفون هذا الدروس أو يحضرونها من خلال اليوتيوب. هو كموقع موجود المواد، شروح المواد، كل شيء موجود. بالإضافة لذلك هم المعلمين أكيد هم عبارة عن نخبة من المعلمين اللي تم اختيارهم لشرح هذه المواد وأكيد تنزيلها على اليوتيوب، فهذه فرصة حتى للي فاته مثلا درس ولا كان متغيب أنه يقدر يشوف الدروس ويحضرها أول بأول ويعرف التفاصيل. وعسى الله يوفقهم أكيد كل طلابنا في جميع الفئات العمرية. مستمرين معاكم مشاهدينا، ننتقل إلى جريدة العرب. إنجاز لأول مرة بالدولة تجميع 3 سيارات بسواعد أبناء قطر. جميل طبعا هذا الخبر من الصباح، أننا قاعد نشوف أنه دائما في إنجازات قطرية تحصل. دشن سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات مساء الأمس الأول باكورة إبداعات شركة مواتر قطر عبر إنتاج الأخير أول 3 سيارات تم تجميعها محليا بأيدي قطرية. وتوقع الصليطي أن تحقق هذه الصناعة مزيدا من التقدم في المستقبل، قائلا أن مواتر أكدت أن إبداعاتها وأفكارها لن تقف عند حدود تطوير 3 سيارات فقط، بل ستعمل على تطوير شريحة أكبر، وذلك لتحقيق المزيد من التطور. وطبعا تأسست مواتر من أجل تنفيذ مثل هذه المبادرات، بحيث تدعم المساهمات البارزة والبصمات الواضحة للمواطن القطري في حاضر ومستقبل القطاع الصناعي في البلاد. طبعا نفس ما ذكرت جميل ان احنا قاعد نشوف هذه الانجازات القطريه، 3 سيارات بايدي قطريه هم تم تجميعها. هذا فعلا دل نفس ما ذكرنا على ان دوله قطر لا تهتم في جانب معين، قاعد نشوف الحمد لله اهتمامات بكافه الجوانب، قاعد نشوف ابداعات وتميز شبابنا القطريين في هذه المجالات، خصوصا بما يخص نفس ما ذكرنا مجال الصناعه. طبعا النظره في هذا الموضوع نظره مستقبليه، وقبلها احنا سمعنا خبر اللي هو اطلاق اول سياره رياضيه باسم اعتقد لبريا، وهاي نفس الشيء 3 سيارات بايادي قطريه. فان شاء الله الجانب الصناعي من تطور الى اخر ان شاء الله. والحين خلونا نروح لاخر خبر من اخبارنا المحليه، انطلاق فعاليات اول مهرجان للفراوله بالمزروعه اليوم. تنطلق صباح اليوم فعاليات مهرجان الفراولة بساحة المزروعة بحضور مسؤولي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، وتستمر فعاليات المهرجان 3 أيام تنتهي يوم السبت المقبل. وقال يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة للشرق أن هذا المهرجان هو الأول للفراولة والخامس ضمن المهرجانات التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري، وهي مهرجانات الزهور والعسل والزراعات العضوية والكنار. تطور من الجانب الزراعي، يعني ما شاء الله كل ما نفتح الجرائد نشوف شيء جديد بالنسبة للجانب الزراعي. القطاع الزراعي عندنا في تطور، شفنا منتجات زراعية قاعدة تنزل كمنتجات قطرية بأسعار مخفضة من مزارع قطرية. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والتوفيق إن شاء الله للقائمين على المهرجان هذا. طبعا أكيد، وإحنا نشكرهم أكيد بصفتنا إحنا كبرنامج فيضها على هذه الجهود اللي هم دائما قاعد يقدمونها من أجل خدمة الزراعة القطرية أكيد والشباب القطري. إذا إحنا فعلا انتهينا مشاهدينا من أخبارنا من صحفنا المحلية، لكن راح ننتقل إلى أخبارنا العالمية وإلى الديلي ميل. كوب واحد يوميا
يقلل خطر الإصابة بالقلب والوفاة المبكرة. كوب من شنو؟ راح نتعرف أكيد هو شنو. طبعا تناول كوب واحد فقط من الشاي الأخضر في اليوم يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة طبقا لباحثين يابانيين بحسب ما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني. ووجدت الدراسة أن كلما تناولوا الشاي الأخضر كلما انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي. والتفسير الوحيد لذلك هو أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ودهون الجسم. فحلو هذا الخبر أن تدعم الجميل أنك تبتدي صباحك بشاي أخضر لأن نفس ما ذكرنا في من يحملها من قيمة غذائية أكيد تكون كبيرة. دراسات علمية أثبتت هذا الكلام مش فقط إحنا كلام قاعد نقوله. فجميل طبعا مشاهدينا هذه دعوة أكيد منا لكم أن أنتم دائما في كل صباح تبتدونها في كأس من الشاي الأخضر. احنا دائما نسمع عن الشاي الاخضر ما شاء الله له فوائد عديده، فان شاء الله هذه فائده من الفوائد اللي قاعدين نذكرها، ان شاء الله انكم تستمرون عليها وتبتعدون عن بعض المشروبات اللي انتم اعلم انها راح تكون ضاره بالنسبه لكم. طبعا ونروح لثاني خبر من الاخبار العالميه والمنوعه الاندبندنت، الاكل بالظلام يخفض الوزن، شلون؟ خلينا نشوف. توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى أن إطفاء الضوء أثناء الأكل أو ارتداء عصابة على العين قد يكون وسيلة سريعة لخفض الوزن. ووفقا لتجربة أجراها الباحثون فإن الأشخاص الذين غطوا عينهم بعصابة استهلكوا مقدارا أقل من السعرات الحرارية بـ9% مقارنة بالأشخاص الذين لم يغطوا أعينهم. كما يعتقد العلماء بأن عدم رؤية الطعام يتيح للجسم تحديد متى يكون شعره بالشبع فعلا. أما عندما ينظر للصحن فقد يظن أن الشبع لا يتحقق إلا عبر إنهاء الطبق. في مرات دائما إحنا نقولها الشباب العقل يقول خلص الصحن بس البطن يقول خلاص يعني أنا اكتفيت. فهنا تقريبا محور أو منطق الدراسة هذه أن أنت لما ما تشوف الأكل خلاص كليت هني أن البطن يعطيك أن أنت انهيت حاجتك، لكن لما تشوف الأكل تقول باقي شوي خلينا خلاص بالضبط. هذا طبعا هذا ما راح يفيد، فمن شيء ان الاكل بالظلام راح يكون سبب لتخفيض الوزن. اي بس احنا نقدر نقول ايضا حق المشاهدين فعلا هي هذه الدراسه اثبتت وقاعد نشوف لها اكيد هم ما سووها عن عبث، لازم يكون هناك في تجارب سووها، لكن نقدر نقول ان الواحد يحط كميات قليله اساس انه هو يحس انه في اشباع من ناحيه انه ما يقدر يكمل الصحن كامل ويكون حاط كميات كبيره من ما طبعا هذا يسبب زياده الوزن. صحيح. طبعا احنا نايف عندنا خبر جدا جميل اليوم راح نتطرق له اكيد ايضا من الديلي ميل. فيسبوك تطلق رسميا خيارات ردود الفعل، طبعا نفس ما انت شايف راح نتكلم عنها اكثر اكيد. فهو بدا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الامس رسميا توفير خيارات ردود الأفعال التي تضاف إلى جانب خيار أعجبني لجميع مستخدميها حول العالم، وذلك بعد أشهر من اختبارها في عدد من الدول. هذه الخيارات الجديدة قد لا يلاحظها مستخدمو فيسبوك على الفور، حيث سيتم إخفائها على الهواتف المحمولة ضمن زر الإعجاب، حيث يجب عليك الاستمرار في الضغط على زر أعجبني لحظة حتى تظهر لك الخيارات، حيث يمكنك الاختيار من بين الخمس تعبيرات التي تم الإشارة إليها بصورة تعبيرية رائعة. طبعا أيضا هذا الخبر رائع لما يحملها أكيد من خدمة جديدة توفرها لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك. قاعد نشوف ان هناك دائما في تطور في هذه الخدمات، حلو لما نشوف هذه نقدر نقول الوجوه التعبيريه قاعد تضاف كخدمه، ونقدر نقول يعني كل مستخدمي الهاتف هي لما راح تطلع لكم العلامه او هي هذه الوجوه التعبيريه الا نفس ما ذكرنا بعد الضغط لمده على زر الاعجاب راح تطلع بعدها اكيد هي هذه الوجوه التعبيريه. فعلى اساس ان اللي ما راح يعرفون هذه الخدمه احنا قاعد نقول لكم شلون هي ما راح تكون بينها بالبداية في التليفون إلا بعد تضغطون لفترة على أعجبني. طبعا شركة فيسبوك من أقدم الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي سباقة في مثل هذه الشغلات. المواقع الثانية يمكن تتعلم منها من زر الإعجاب والزر الأخرى. لكن الحين أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام أخبارنا المحلية والمنوعة، خلونا ناخذ فاصل وإن شاء الله بعدها نرجع لكم بفقرتنا الأولى اللي راح نتكلم فيها عن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، فموعدنا بعد الفاصل.
عودة لكم مشاهدينا أكيد، وتحية لكل من انضم لنا خلال هذه الساعات. نفس ما ذكر طبعا زميلي نايف أن احنا راح نتحدث عن معرض المجوهرات، لكن مش الحين، حاليا راح نسلط الضوء ونتطرق أكثر حول نقدر نقول فعالية تم طبعا من وزارة الثقافة والرياضة من يومين خلصت. هي طبعا الهدف الرئيسي منها تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم من خلال العديد من الفعاليات والنشاطات، ومنها ملتقى الشباب القطري الأول والذي ضم العديد من الأنشطة والجلسات النقاشية وورش العمل التي طرحت فيها أهم قضايا ومشاريع الشباب التي تمس واقعهم واحتياجاتهم، كما تناول مساحات حرة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم وطرح أفكارهم التي من شأنها تنمية المجتمع. طبعا الحديث أكثر عن الملتقى وأهمية دور المتطوعين فيه راح يكون معنا منار السويدي وعبد الرحمن أشقر، أحد المتطوعين في هذا الملتقى الشبابي الأول، طبعا هو القطري. فحياكم الله معنا وسعيدين بتواجدكم اليوم. نورتونا جميع. الملتقى نفسه هو مصدر الإبداع، لكن أنتم كنتوا الإبداع نفسه لما تكونون أنتم متطوعين في ملتقى، فهذا شيء جدا جميل، يعطيكم ألف عافية على جهودكم. نبدأ من عندك عبد الرحمن، أنت كشاب قطري عطني أهمية الملتقى دام أنك أنت في قلب الحدث ومن صناع الحدث نفسه. أحلى ما في المكان أن أنت تشوف الناس يتشاركون الأعمال والأفكار، والأفكار صراحة تنطرح من جميع الأعمار، سواء من ما بين خلينا نقول 18 16 17 وانت رايح فوق. طبعا الشباب يقدر، الشخص يقدر يعطي لين ما يعني 40 وفوق، فاهم علي؟ فهذا كان افضل مكان ان الناس تتشارك الافكار والابداعات. فعلا صحيح، نقدر نقول فعلا انتم تواجدكم اكيد هو سبب رئيسي من نجاح هذا الملتقى. لولا التنظيم، لولا هذا العمل انتم قمتوا فيه، ما كنا قاعد نشوف ان هذه نقدر نقول هو كان على مده يومين، ما كنا قاعد نشوف هذا النجاح، هذا الاقبال عليه. فلو نتحدث اكثر بما يخص الملتقى، احنا عرفنا تكلمنا عن اهم الاهداف، نتحدث اكثر عن فائده هذا الملتقى للشباب. هو فعلا اعطى مساحه حره لابداء الراي، لكن ايضا ما هي الفوائد للشاب القطري في هذا الملتقى، يعتبر الاول من نوعه في قطر؟ الفائدة الرئيسية كانت من هالملتقى أن يكون في تواصل مباشر بين وزارة الثقافة والرياضة بشكل عام وبين الوزير بشكل خاص مع الشباب، عشان يأخذون مقترحاتهم ويتناقشون معهم في قضاياتهم هم ومشاكل تمسهم، عشان يحاولون أن يجدون الحلول لها. بالإضافة إلى أن الملتقى كان يبين أهم الوظائف اللي صارت تقوم فيها الوزارة اللي ممكن أن هي تخدم الشباب. حلو، زين، نرجع لك أبو عوف، أنت متطوع على عيني وعلى رأسي، لكن أنا سمعت أن أنت كان لك دور ثاني، شنو هالدور هاي اللي كنت تقوم فيه؟ ونفس الشيء شنو دور المتطوعين الثانيين؟ الله يسلمك، كان دوري أكون أنا المقرر اللي أختار أفضل الأفكار اللي تنطرح. طبعا أنا أكون يعني مو مبين بين الشباب عشان يأخذون راحتهم، والواحد يتكلم من قلبه، يعني النقطة أو الهدف من المبادرات أن كل واحد يطرح فكرته على راحته، ما يستحي، ما يخاف، بالعكس احنا ربع اخوان سواء بنات او شباب، فاهم علي؟ فكان هدفي اني اختار افضل الاقتراحات، وكانت صراحه اقتراحات وافكار جدا جميله، فكانت عندي صعوبه اني اختار، بس الحمد لله في النهايه اخترنا الافضل. ودور المتطوعين الثانيين؟ المتطوعين الصراحه يا زين الشباب القطريين، لما انت تشوفهم يشلون معك الهدايا، يساعدونك بغترتهم بثوبهم، ما يستحنا والله بتوسخ والله ما ادري شنو ليش اعطي، لا كلهم سواسيه، يعني سواء كنت متطوع او مشارك او يعني زائر، احنا نخدمك بعيوننا، خلنا نقول شيء يشرح الصدر. اي والله فعلا، لما احنا قاعد نشوف الشباب الطاقات الشبابيه فعلا قادره على انها تسوي هاي، لان فعلا دائما النجاح هو، او نقدر نقول لما يكون في تعاون هو السبب الرئيسي في نجاح المؤتمرات او نجاح اي شيء كان طبعا على المستويات المختلفه. لو نتحدث اكثر طبعا في هذا الجانب، في جانب التطوع، نقدر نقول انتم فعلا كنتم هناك متطوعين، احنا قاعدين نذكر لمره ثانيه انه هو هذا الملتقى لاول مره، شلون شفتوا نسبه اقبال الشباب؟ هو كان على مدار يومين، كان في كثير من الفعاليات تتخللها، لكن كنسبة إقبال الشباب القطري شلون كان؟ والله نسبة إقبال الشباب القطري كانت جدا كبيرة، كانت أكبر بكثير من اللي توقعناها، ونفس ما ذكر أخوي أن المناقشات اللي صارت مع الوزير والورشات كانت كلها تفاعلية وحيوية، ما كان فيها أي حواجز إدارية وما كان فيها أي نوع من أنواع الرسميات، عشان الشباب يقدرون يأخذون راحتهم، يعبرون عن آرائهم بشكل أحسن ويتفاعلون بشكل أكبر، وهاي اللي خلى الإقبال يزيد بعد أكثر ثاني يوم أكثر من اليوم الأول. حلو منار، يعني نقدر نقول يعني فعلا هي هذه النقطة، أن أنتم أعطيتهم الحرية الكافية في
سواء في التعبير عن الرأي اللي هم يبونه، عن الفكرة اللي يبونها من غير قيود. يمكن هو هذا فعلا كسر الحاجز وصار في إقبال أكثر من قبل الناس أو الزوار لهذا الملتقى. بالضبط. والتكملة على كلامك منار، أنا بيرجع لك بعوف مرة ثانية، شنو هي الأنشطة والفعاليات اللي كنتوا تقدمونها أنتوا كملتقى نقدر نقول للشباب؟ يعني ما شاء الله شفت بوثات، شفت جهات ومؤسسات، فشنو الأشياء اللي كانت مقدمة؟ والله من كثرتهم يعني ما أقدر أقول لك يا ما شاء الله كلهم، بس أنا اللي كم عددهم على كثرتهم؟ كم عددهم؟ تقريبا 40 40 40 بس اللي عجبني أنا صراحة المكفوفين، ما شاء الله عليهم، عين عليهم باردة. يعني طلع واحد من المكفوفين قرأ هذاك، يعني قرأ القرآن بصوت ما شاء الله بدون ارتباك، بدون هذا يحسسك أن كلنا ترى يد واحدة وما بين فروقات. يعني سواء أنا ما أقدر أشوف، أنت والله تقدر تشوف، لا كلنا سوا مثل ما قالت أختي. أنا بس أبي حاب أزيد شيء بسيط، إحنا حلقة وصل ما بين الشباب والوزير، حتى ما شاء الله يعني الوزير الله يعطيه العافية ما قصر مع الشباب، إنه جاب بنفسه وشارك الشباب، حتى ما طلع إلا الساعة 9 يوم جاء صح؟ 9 في الليل يعني. وبناء على رغبة الشباب كان موعد الانتهاء 8:30، لكن يعني الشباب هم طلبوا قالوا لنا نبيك، يعني نبي نقعد معاك، لأن يعني ما شاء الله هو كشخص يعني الله يحفظه مش مجامله يعني، لكن قعدته حلوه ويستمع للشباب وفاهم الشباب. هذا اللي يبي من الشباب، ان صدق انتم عطاء للدوله، يبي يسوي المستحيل للامانه علشان يقول للشباب ترى انتم تقدرون تعطون، وما عليكم ما بين يعني والله انت طالب جامعي او انك موظف او انا، لا ترى كنا سواسيه، ترى ما بيننا شيء، ما بيننا حاجز، تقدر تتكلم في اي مكان وتقدر تقول ان الملتقى جمع كل الأشخاص مكان واحد. وهذا طبعا هو الأمر المميز أكيد اللي صار في الملتقى، حضور عدد من الشخصيات البارزة في الدولة. أيضا الجميل أن هناك أيضا كانت مشاركات لقصص من شباب ناجحين، فنتحدث أكثر عن هذا الجانب منار فيما يخص الشخصيات اللي أنتم حرصتوا على أنها تكون متواجدة في هذا الملتقى. في كثير من الشخصيات كانت موجودة في الملتقى، في منها شخصيات قطرية ناجحة سواء نجحت في مشاريع أو نجحت في مبادرات، وفي شخصيات كانوا من السوشيال ميديا بعد موجودين، بعد كانوا يحثون الشباب على أنهم يتكلمون عن آرائهم، يتكلمون عن اقتراحاتهم، يتكلمون عن مشاكلهم والأشياء اللي يبون يغيرونها. طيب بالنسبة لقصص النجاح اللي تم ذكرها أكيد من قبل الشباب القطريين، شلون كان لما أنتم كنتم أكيد حاضرين موجودين قاعد تشوفون ردود الأفعال، شلون كانت ردود أفعال الشباب لما شافوا هذه القصص النجاح اللي فعلا حققوها شباب قطريين؟ والله ردود الافعال حمست الكثير، لان بالعاده الشباب القطريين هم عندهم المقدره، بس احيانا ممكن انه يكون عندهم خوف، ممكن انه يكون عندهم نقص في جانب معين، فلما يشوفون ان شلون مثل هالشخصيات كانت تعاني من مشاكل وكان في صعوبات ونجحت وقدرت توصل، فهي اكيد بحد ذاتها دافع. حلو. واكيد الوصول حق المرحله هذه هو عن طريق بداياتكم في مركز قطر التطوعي. نبداها معاك، بدايتك متى كانت في مركز قطر التطوعي؟ وبعدين انت عاشرت المركز اكيد وشفته انتقل الى مرحله انه يكون حاضن للمبادرات، ففسر لي هاي العمليه. يكفيك ان المركز ما يقصر مع الشباب، يعطيهم الفرصه ان تراكم انتم مبدعين تقدرون تسوون المستحيل، وما عليه تعالوا عندنا احنا بنتكفل فيكم، بنوديكم احسن الاماكن، تاخذ يعني ان ياخذون احسن الخبرات. وفعلا هالمركز يعطي الشباب ان تراكم مع التطوع يا اخي تكونون غير شخصيات ثانيه، شخصيات احلى واطيب، يعني تقدرون يعني تساعدون وتخدمون بدون اي مقابل، يعني هذا كان هدف المركز نفسه. زيد بالنسبه لك منار، انا ابي منك كلمه للشباب والشابات القطريات انهم يتجهون هاي الاتجاه بالنسبه للتطوع، بالنسبه للمبادره. والله هو الإقبال على التطوع بدولة قطر بالسنوات الأخيرة وايد تغير، وصار الإقبال على التطوع جدا كبير. أنا أنصح الشباب اللي للحين ما تطوعوا إن هم يبدون بالتطوعات عشان تغير شخصياتهم وعشان يضاف لهم هم نفسهم وهم اللي يستفيدون، وأنصح بعد المتطوعين إن هم يغيرون مجالات التطوع، يعني ما يتطوعون بس في مجال واحد، لا بالعكس التنويع مطلوب.
طبعا اكيد وانا ضم صوتي لصوتك فيما يخص هذا الجانب من التطوع، لانه هو مش فقط انه هو كخبره، لا هو ايضا هو يتعلم الكثير من الاشياء، يستفيد الكثير من الامور اللي هو يمكن يتطوع فيها، خصوصا نفس ما ذكرتي ان التنوع هو مطلوب. نرجع لك عبد الرحمن، ابيك طبعا انت اكيد لك في هذا المجال نفس ما قلنا باع طويل في خدمه التطوع اكيد وهدف، طبعا نعرف ان التطوع يمكن هو جوهر نمو المجتمع، فنتحدث اكثر عن هذا التطوع وكلمه انت توجهها اكيد من خلال تجاربك في التطوع لكل مشاهدينا. والله أنا أقول مشاهديكم بالذات أن ترى التطوع ترى فرصة تغير فيها شخصيتك للأفضل، وتقدر تتيح لك الفرص أن أنت تأخذ أحلى 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 منصب خاطرك فيه، لأنه يخليك تكسر حاجز، خلينا نقول الحياة، وحاجز أن أنا والله أخاف من الكاميرا، أخاف من التطوع، أخاف أني أتكلم مع شخص غريب. فلما أنت تتطوع سبحان الله يجيك ميزة أن أنت تقدر تكلم أي واحد تبيه، حتى لو ودك تكلم شخص مثلا في الشارع، في المسجد، في المدرسة، في الكلية، ما في حاجز بينك وبينه، لأنك أنت ردي كسرته. كسرته وين؟ كسرته في الأماكن اللي تقدر تتطوع فيها، في جميع التخصصات نفس ما قالت أختي، أنه نوع هذا أحسن شيء أنه تتسوي في التطوع، أنك تنوع علشان تأخذ خبرة أكثر وأكثر. صحيح. عبد الرحمن الأشقر، منار السويدي، من نخبة الشباب المتطوعين في ملتقى الشباب القطري، بيض الله وجهكم ومنها إن شاء الله للأفضل، ونبي نشوفكم بإذن الله في المستقبل أحد القادة القطريين، وعندكم إن شاء الله مناصب تكونون إن شاء الله يا ربي مثال مثال راقي للشاب القطري. أنا ما أبي بس مثال بسيط، أنا بيكون من أبرز الأمثلة، فظهوركم اليوم معنا لعملكم وتطوعكم يعني شيء جدا ممتاز، ومنها إن شاء الله للأعلى. طبعا أكيد بحد ذات التطوع هو بلا شيء أكيد هو رمز طبعا للجمال، رمز لأن أنتم فعلا قادرين على خدمة المجتمع، قادرين على تقديم الأفضل أكيد، نقدر نقول رد الجميل لدولتنا قطر على كل ما تقدمه لنا، فشكرا لكم أكيد على تواجدكم اليوم معنا، يا رب نفس ما قال طبعا نشوفكم بأعلى المناصب قريب، وعسى الله يوفقكم في كل المجالات ويوفق كل اللي كانوا معاكم. شكرا لكم. طبعا مشاهدين احنا ما زلنا مستمرين معاكم بعد هذا ختام هذه الفقرة الجميلة والمميزة، أكيد رح ننتقل إلى تقرير احنا سبق وتحدثنا عنه في برنامجنا في الضحى، هو كان هناك ورشة لمخاطر كانت في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فراح نشوف هذا التقرير، وبعد أكيد راح نتحدث عن معرض القطري للمجوهرات والساعات وتفاصيل أكثر بعد هذا التقرير والفاصل. والله استفدت كثير من خلال ورشة مكافحة التبغ لإطلاع جهود منظمات الصحة العالمية وأيضا وزارة الصحة بقطر، وأول دولة وقعت على منع التدخين في الأماكن العامة دولة قطر، وأتمنى تعزيز التوعية أيضا كذلك إعطاء هذه الورش والندوات لطلاب المدارس والجامعات والمراكز الشبابية دون التقصير بحق الأسرة والمنزل والمسجد في شرط التوعية بأضرار التدخين، وهي من الخبائث التي حرمها الله تعالى. هي الدورة فعلا حاليا يعني يمكن خلال الفترة هذه أو النصف الدورة اللي أخذناها لحد الحين ما كملنا الدورة، استفدنا منها كثير بصراحة، استفدنا مجموعة من الطرق اللي مكافحة التدخين، عرفنا أيضا تاريخ التدخين وكيف بدأ أيضا التدخين، نسبها أيضا وانتشارها في الأقاليم المختلفة على مستوى العالم. الاستفادة الأكبر كانت من خلال معرفتنا بالطرق الصحيحة لمكافحة التدخين. أنا يمكن شخصيا عن نفسي أنا استفدت منها طريقتين، اللي هي طريقة المنع وطريقة زيادة ضريبة الدخل. فزيادة ضريبة الدخل والمنع يمكن حتى من النسب اللي كانت موجودة كانت هي النسب الأكبر في عملية تقليل استهلاك أو استهلاك التدخين. هذه الحملات تسهم في الحد من التدخين بين طلاب المدارس المنتشر، وايضا نتمنى عمل توعيه عن السويكه والمسكرات والمفترات الثانيه عندنا في المجتمع واضرارها على صحه الفرد والاسره.
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين. وقبل أن نبدأ فقرتنا عن معرض المجوهرات والساعات، خلونا نروح حق زميلنا عمر الشمري اللي موجود في مدرسة سعود بن عبد الرحمن النموذجية للبنين، راح يكلمنا عن نهائي برنامج شوت. فصبحك الله بالخير يا عمر. صبحك الله بالنور والرضا أخوي نايف المسلماني. في نهاية هذا الأسبوع نوجه لك أجمل تحية، وإلى فريق برنامج فيض ضحى، وإلى جميع من يشاهد شاشة تلفزيون قطر مشاهدينا. للسنة الثانية وعلى التوالي يقام البرنامج التوعوي الرياضي شوت، وذلك بالتعاون مع العلاقات العامة في وزارة الداخلية وأيضا الاتحاد القطري للشرطة. خلونا نتعرف أكثر عن هذا البرنامج مع أخونا عبد الله درويش. مرحبا ومسهلا فيك الملازم عبد الله. مرحبا، الله يحييك أخوي. أخوي عبد الله، وتكلمنا عن أهم أهداف هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج هذا عبارة عن أنك يعني تزيد الطفل والثقفة بالإشارات المرورية من خلال ممارسات كرة القدم. هل هذا البرنامج له فكرة مشابهة في يعني بلدان أخرى أخوي عبد الله؟ لا لا، الـ 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 البرنامج هذا والفكرة هذه من الدوحة هنا عندنا بالإخوان في العلاقات العامة وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد القطري الرياضي. نعم، كيف يدعم الاتحاد القطري للشرطة وأيضا العلاقات العامة في وزارة الداخلية هذه الفكرة أخوي عبد الله؟ والله الفكرة هذه من خلال زياراتنا للمدارس السنة هذه والسنة اللي راحت كنا مع الأندية، إنه يعني نجذب أكثر عدد من الأطفال ونزيدهم بالثقافة المرورية. نعم، إحنا سمعنا أن هذا البرنامج هو للسنة الثانية وعلى التوالي، تكلمنا عن إيش اختلف من السنة اللي راحت وهذه السنة؟ السنة اللي راحت كنا نمر على الأندية الرياضية الفترة مسائية، فالسنة الثانية بعد ما خلصنا من السنة الأولى بعد ما قعدنا مع بعض قلنا أننا يعني نروح للمدارس عشان نستفيد أن الطلاب يستفيدون أكثر عدد. يعني مثلا احنا في الأندية كنا يعني في اليوم الواحد 35 إلى 40 طفل، بس لما نجي للمدارس مثل ما تشوف الصالة أنت الحين يعني في اليوم 150 طالب أو أكثر، الاستفادة تكون أكثر. وبعدين المدارس أعتقد أنه في صالات جيدة والأمور طيبة هنا أكثر يعني. كيف تفاعل الطلبة أخوي عبد الله؟ بالعكس، هذا هم قدامك مستنسين ومرتاحين ويعني يأخذونها بطريقة يعني شلون إنه يعني إنك تونسى وتمرنى واستفيد. نعم، مشاهدينا يمكن أيضا الآن جالسين يشوفون، حنا مشاهدينا الجدير بالذكر متواجدين في مدرسة سعود بن عبد الرحمن المستقلة للبنين، حيث تقام هذه الفعالية التي تأتي بالتعاون مع الاتحاد القطري للشرطة وأيضا العلاقات العامة في وزارة الداخلية. أخوي عبد الله، لو تكلمنا أكثر عن هذه الفكرة، خلنا نقول هل هناك مساعي لتطوير هذه الفكرة؟ أي نعم، إن شاء الله عقب ما ننتهي من السنة الثانية إن شاء الله راح تكون لنا قاعدة مع الأخوان في العلاقات العامة، راح السنة الجاية إن شاء الله راح نطور العمل هذا بشكل إن شاء الله أفضل، إن يعني الفائدة تكون للجميع بدل ما يعني تكون مدة أسبوعين نخلي يعني نمددها أطول ونمر على المدارس أكثر. أخوي عبد الله، أنت في بداية حديثنا تطرقت للتوعية المرورية وأنكم حاولتوا تمزجونها مع الرياضة، ما مدى أهمية تثقيف الطفل من سن مبكرة في العلامات المرورية وضرورة الالتزام بها وأيضا تثقيفها بشكل عام عن كل ما يتعلق بالمرور؟ شوف، خلنا نرجع أول شيء لكرة القدم. كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والطفل وخلنا نقول الطفل القطري أو شو اسمه حاب لعبة كرة القدم، فلما أنت تزيده معلومات من خلال ممارسته لكرة القدم، معلومة هذه إن شاء الله أنها راح تثبت في باله. الطفل بكرة أو اليوم راكب السيارة مع أبوه ولا مع ولي أمره ولا مع أخوه ولا حتى مع الدريول، ينبه ممكن يقول له يبقى الحزام، يبقى الإشارة هذه حمراء، الإشارة يمين ويسار، فيتفاعل في السيارة، يكون عنده أيضا ثقافة مرورية من سن مبكرة. طبعا أنتم تشكرون على هذا البرنامج أخوي عبد الله. هذا واجبنا، ذول كلهم عيالنا وإخواننا وبعد إحنا مقصرين في حقهم.
لا هنت اخوي عبد الله، كل الشكر لك اخوي عبد الله. اذا مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من مدرسه سعود بن عبد الرحمن المستقله للبنين في مدينه الوكره، وطلعنا على البرنامج الذي تطلقه العلاقات العامه في وزاره الداخليه بالتعاون مع الاتحاد القطري للشرطه. بعد هذا النقل نرجع الى زملائي في استديو برنامج فيضحى. الله يعطيك العافيه زميلي عمر الشمري، ما قصرت على هذا النقل، انت وضيفك عبد الله درويش ما قصرتوا، اشياء مبتكره وان شاء الله الفائده تعم على الجميع. اعزائنا المشاهدين، نفس ما قلنا لكم راح نبدا معاكم فقرتنا عن معرض المجوهرات والساعات المقام حاليا فتحت رعايه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه. افتتح سعاده السيد احمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء النسخه 13 من معرض الدوحه للمجوهرات والساعات في مركز الدوحه الجديد للمعارض والمؤتمرات، وهو واحد من أكبر المعارض الخاصة بالمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط، حيث تعد إجمالي قيمة المعروضات بالمعرض من مجوهرات وساعات هذا العام 6 مليارات ريال. للحديث أكثر عن هذا المعرض يسعدنا أن نستضيف الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني مدير معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. أسعدنا تواجدك الشيخ وإن شاء الله نأخذ منك معلومات أكثر. الله يسلمك. بالبداية أحب أشكركم على الاستضافة في البرنامج في الضحى، برنامجكم طبعا معروف يعني برنامج جميل والله يوفقكم في البرنامج. نتكلم عن معرض المجوهرات، طبعا هو مثل ما ذكرت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وتم افتتاح المعرض الحمد لله 400 بتاريخ 27 الشهر، نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد المحمود. وطبعا يعني الحمد لله المعرض مثل ما ذكرت معرض عالمي بنسخته 13، وبالنسبة للعالم يعني معظم دول الخليج ومعظم دول العالم يعرفون عن هالمعرض. طيب طبعا احنا اول شيء الكلام اللي انت قلته بما يخص برنامج فيضحى هذه اكيد شهاده نعتز فيها، لما قاعد نشوف تواجدكم اكيد وحضوركم معنا ومشاركتكم ايضا في اعطاء معلومات اكيد لمشاهدين برنامج فيضحى اكيد، وان هم اكيد اساسنا يكونون على تواصل ومعرفه اكيد بكل التفاصيل. فنفس ما ذكرت طبعا احنا هذا هو المعرض في نسخته 13. الشيخ نعرف مشاهدينا اكثر عن اهم ما يميز هذه النسخه، خصوصا احنا نعرف انتم ما شاء الله كل نسخه عن نسخه قاعد نشوف في اقبال اكثر، سواء اقبال اكثر من المشاركين من الزوار، تنظيم ايضا قاعد نشوفه سنه عن سنه قاعد يفرق، فنتحدث اكثر عن الامر المميز في هذه النسخه. طبعا المعرض هو بتنظيم وتنظيم من الهيئه العامه للسياحه بشراكه شركه اعلان ايفنتس وشركه فيرا برشلونه. اللي يميز المعرض هالسنه المعرض عن السنه اللي طافت، المعرض هالسنه مساحته اكبر عن السنه السابقه. بهالسنة هذه مساحة المعرض 29,000 سكوير متر مربع، وعدد المشاركين معانا الحمد لله بزيادة يعني عن السنوات السابقة. قيمة طبعا عدد الماركات العالمية أكثر من 500 ماركة عالمية موجودة معانا في المعرض، وأكثر من 30 دولة عالمية مشاركة معانا، وبالنسبة لعدد الشركات والعارضين أكثر من 60 شركة عارضة موجودة ويانا هالسنة. لما ما شاء الله الشيخ نتحدث عن المساحة، فالسنة هذه استغليتوا مركز الدوحة الجديد اللي هو بين السيتي سنتر ووزارة العدل. نعم. فهالشيء وفر لكم مساحة أكبر، هل المشتركين استفادوا من المساحة هذه؟ أعطيتوهم مساحة أكبر ولا كيف كان التوزيع؟ طبعا هو كل مشترك يعني أخذ، المشاركين مثلا اللي كانوا في السنة السابقة كل مشترك أخذ مساحة أكبر يعني عن السنة السابقة الموجودة اللي كانوا مشاركين معانا في السنة. وطبعا زياده المساحه ما يعني خلانا بعد حتى احنا نستضيف عدد شركات اكثر عن السنه السابقه اللي كانت نسخه 12. شركات عالميه وفي تواجد خليجي يعني. تواجد خليجي نعم. في تواجد معانا خليجي من دول الخليج مشاركين معانا بعد في المعرض. طبعا جميل قاعد نشوف ايضا المشاركات لا تقتصر فقط على الدول العالميه، ايضا قاعد نشوف ان كدول عربيه لها مشاركات لها نصيب في ان تكون متواجده في مثل هذا المعرض، خصوصا نفس ما نعرف هو معرض عالمي وليس فقط انه هو مقام في دوله قطر، لكن هو الجميل انه هو معرض عالمي. طيب الشيخ طبعا نفس ما ذكرت ان انتم الشيء يمكن مميز والجميل في هذه السنه انه هو تم تغيير المكان، من طبعا من المميزات في تغيير هذا المكان ان انتم فعلا اعطيتوا فرصه اكبر للمشاركات سواء من الدول، قاعد نشوف طبعا الاعداد من 30
30 دولة، هذا عدد أكيد زاد كمشاركات دول كماركات عالمية. بالإضافة إلى ذلك أن كمكان أكيد كان له فوائد إيجابية للزوار، نتحدث أكثر عن هذه الفوائد اللي أنتم والخدمات طبعاً قدمتوها من خلال توفيركم لهذا المكان لمعرض المجوهرات والساعات. نعم، هو المكان طبعاً مثل ما ذكرت أخوي قبل شوي عن اللي هو وراء خلف السيت سنتر، مركز خطر المعارض والمؤتمرات اللي خلف السيت سنتر مقابل وزارة العدل. المركز طبعا مركز جديد تم افتتاحه في شهر 10 السنة اللي طافت، وميزات المركز انه طبعا في وسط البلد، في وسط يعني في الدفنة وفي وسط الدوحة، ما يسهل حتى على جميع الزوار الوصول للمكان بدون يعني اي مثلا يعني عرقلة مرورية او شيء. معروف طبعا في الكرنيش كل حد يعرف الاماكن الموجودة هناك. والميزات في المعرض ان حتى من ناحية المواقف، مواقف المعرض تكون هي تحت المعرض، يسهل على الزوار انه لما يصف سيارته حتى يركب اللفت على طول ويطلع فوق يلاقي نفسه انه في صالة العرض موجود مقابل بوابة الدخول للعرض. وطبعا من الاشياء الثانية ميزة البابريك الدروب اوف، طبعا اي حد معاه سائق ولا شيء يجي قدام البوابة، ينزل من قدام البوابة والسائق طبعا يمشي يطلع بالسيارة ويرجع مرة ثانية ياخذ الزاير من نفس المكان. يعني نقدر نقول صار في تسهيل اكثر بالنسبة للزوار. نعم. انك توفير جهد، توفير وقت فيما يخص حتى ايضا يتعلق بالمواقف. طيب. نعم. بالنسبة لتسجيل الدخول على اساس انهم يدخلون، انتم ايضا عندكم موقع الكتروني؟ في طبعا من ناحية التسجيل، هو في تسجيل داخل الصالة، داخل صالة العرض، وفي تسجيل طبعا عن طريق الموقع الالكتروني. طبعا اللي لاحظته انا الحمد لله هالسنه يعني غير عن السنه السابقه ان معظم الناس صارت تيجي تكون مسجله اوريدي بالموقع، فما يسهل عليهم حتى بالدخول السريع يعني. صحيح. بدون ما يوقف عند مكان التسجيل ويسجل بياناته ويخلص، فيسجل عن طريق الموقع. وانا صراحه انصح كل الزوار ان يسوون هالطريقه هذه، ان يسجلون عن موقع الالكتروني لمعرض المجوهرات، فيسهل عليه طبعا الدخول السريع يعني. اول ما يوصل بس يسوي تشيكن ويدخل هو على طول المعرض. فطبعا ايضا احنا نقول حق المشاهدين انه ياخذون في هذه الفكره وهذه النصيحه كتوفير لهم الوقت واسهل لهم في الدخول وعمليه التسهيل تكون افضل. نعم. لهم. اي نعم. وبعد الخدمات انتم عندكم اشياء ثانيه، عرفنا ان عندكم ورش تقدمونها اعتقد للزوار. نعم. او في اشياء من هالقبيله هذه، فليت تتحدثنا اكثر عن هالموضوع ان شاء الله. طبعا احنا عندنا ورش عمل موجوده في المعرض، مثل ما شفتوا انتم في بعض الوسائل الاجتماعيه هاي الانستغرام والتويتر، في ورش عمل عن كيفيه تصنيع المجوهرات، وفي طبعا عندنا مسابقات عن تصميم افضل تصميم مجوهرات طبعا بالرسومات والتصاميم العالميه او الناس اللي مشاركين معانا في التصميم. ومثل ما شفتوا حتى في ورشه عمل كيف النقش على السيوف، كيف تصنيع المجوهرات، ومن الأحجار طبعاً موجودة في المعرض، الأحجار الكريمة يعني جميع أنواع الأحجار الكريمة وأجود أنواع اللؤلؤ الموجودة في العالم معانا في المعرض بعد موجودة. نقدر نقول فعلاً هذا المعرض يعني نقدر نقول حمل مجوهرات، وهاي لم تكن أصلاً موجودة في النسخ السابقة، يكون هالمرة يكون فعلاً المعرض مميز أيضاً بالتنظيم وبالمجوهرات اللي هو يحملها. نعم طبعاً من ناحية حتى الزوار لما يدخلون المعرض، بما انه هو يعني معرض كبير يوجد اماكن استراحه في المعرض، في نص مدخل المدخل او بدايه المدخل طبعا جميع الماركات العالميه موجوده في على صوب من ناحيه المدخل الرئيسي، ويوجد طبعا منطقه استراحه في النص لجميع الزوار الموجودين، وفيها منها فقرات عزف على البيانو بالموسيقات الهاديه العالميه طبعا المعروفه، وخدمات يعني اضافيه من ناحيه يعني القهوة القطرية والقهوة العربية. وطبعا يوجد حتى من الطرف الثاني في المعرض مناطق استراحة وكوفي شوب موجود في المعرض، يعني اللي يحب عقب ما يخلص انه يدور في المعرض او نص المعرض يروح يريح شوي ويشرب له قهوه ولا شيء، وعقب بعدين يكمل مشواره مره ثانيه. يعني اذا جيت وحسيت باليوع انا اموري طيبه ان شاء الله. اموري طيبه موجوده. زين بالنسبه للمشاهدين لو يا ريت ننوه عن اوقات زيارات ولين متى راح يكون موجود المعرض ان شاء الله؟ هو المعرض طبعا موجود لين يوم السبت ان شاء الله باذن الله. الأوقات الزيارة المعرض هي من الساعة 12 الظهر، وأوقات يعني الأيام العادية من 12 الظهر للساعة 10 في الليل.
ويوم الجمعة طبعا اللي هو غدا من الساعة 3 العصر للساعة 10 في الليل بحكم طبعا صلاة الجمعة. طبعا أكيد هذه إحنا دعوة لنا أكيد من برنامج في الضحى لكل متابعينا ومشاهدين برنامج في الضحى أنهم يروحون يحضرون، خصوصا لمسنا قاعد نشوف أن هذه النسخة تحمل العديد من المميزات أكيد اللي أنتم وفرتوها للجمهور. يعني واحد شي يقول كل شيء موجود عنده، سواء من خدمة باركات سواء من خدمة الاستراحات اللي موجودة هناك، فكل شيء نقدر نقول متيسر وكل شيء متوفر لهم. فهذه أيضا إحنا قاعد نقول لهم كدعوة أنهم يجون في خلال هذه الفترات وأن يزورون هذا المعرض أكيد لأنه مميز وله طابع مميز هذه السنة. طبعا الشيخ سلطان بن فهد الثاني سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله دائما تكون هذه المعارض اللي أنتم تنظمونها دائما من أفضل إلى أفضل. يعطيك العافية. الله يعافيكم، مشكورين على استضافتكم مرة ثانية في المعرض، وإن شاء الله الله يوفقكم في برنامجكم في الضحى. الله يجزاك خير، وإن شاء الله لي زيارة إن شاء الله لكم اليوم وبكرة إن شاء الله أتشرف بلقائك هناك ونأخذ لنا تغطية بسيطة. يعني حياكم في وقت المعرض، والله يحيي كل الزوار طبعا عندنا في معرض المجوهرات من مقيمين وأهل قطر وطبعا من جميع دول العالم، نرحب فيهم في معرضنا، وطبعا لازم احنا نوفر اي خدمات لراحه الزوار طبعا الموجوده. بيض الله وجهكم الشيخ. وجهك الله يسلمك. اعزائنا المشاهدين خلونا الحين ناخذ تقرير عن كيفيه اداره الوقت، وبعدها ان شاء الله راح ناخذ فاصل ونرجع معاكم فقره جهود اللجنه الاولمبيه، ايش عندهم اللجنه الاولمبيه؟ شوفوا التقرير واخذوا الفاصل ولنعود ان شاء الله. الوقت هو المادة الخام للحياة، والوقت بمعناه المبسط هو عمر الإنسان وحياته كلها. يقول أحمد الشقيري: لو كنت شخصاً قد بلغت 60 فإن تكون قد قضيت عمرك؟ ستقضي 5 سنوات طفولة، إذا دخلت المدرسة وتخرجت من الجامعة ستكون قد قضيت 2.5 سنين. إذا بدأت عمل في سن 22 وعملت لمدة 8 ساعات في اليوم فستكون قد قضيت 7.5 سنوات من عمرك في العمل. ساعة يومياً على التلفاز هذه أيضاً 2. إذا كنت تنام 8 ساعات يومياً فستكون قد قضيت 20 سنة وأنت نائم. ساعة على النت تعني 2 من حياتك. الإنسان في المتوسط يقضي يومياً 1.5 ساعة في الحمام بين قضاء الحاجة والاستحمام، فستكون قضيت 1.25 ساعة في الحمام. السيارة ستقضي فيها في المتوسط 1 ساعة يومياً، فهذه أيضاً 2 من عمرك. الحلاق وزيارة المريض والأمور الاجتماعية والعلاقة الزوجية ستأخذ من حياتك 7 سنوات. الصلاة عادة لا تأخذ من وقتك أكثر من 1/2 ساعة، وبذلك تكون قد قضيت 1 سنة فقط من عمرك في الصلاة. الأكل والوجبات 3 يومياً 1 ساعة، فهذه أيضاً 2. الجوال والإس إم إس والاتصالات تأخذ تقريباً 1/2 ساعة يومياً، هذه 1 سنة كاملة على الجوال. زيارة الأصدقاء والتسلية في نهاية الأسبوع إذا كنت من المعتدلين ستقضي قرابة 2، وإذا كنت من الناس الذين يأخذون إجازة شهر في السنة فهذا الشهر سيعادل 4.5 سنوات من عمرك. إذن الوقت هو حياتك، فهل خططت له؟
تحية لكم مشاهدينا وكيل تحية لكل من انضم لنا في برنامج في الضحى في هذه الساعات. طبعا ما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة، وحاليا راح تكون فقراتنا رياضية نوعا ما. تعمل إدارة الشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية القطرية على إحياء رياضة التجديف وتعريف الناس بهذه الرياضة الشعبية عبر تنظيم العديد من البطولات، ومنها بطولة الشواحيف التي ستنطلق غدا إن شاء الله على شواطئ القرية التراثية وكتارة. من خلال طبعا برنامجنا ندعو الجمهور للاستمتاع بهذه الرياضة التراثية. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البطولة معنا السيد والإعلامي خالد القحطاني، المسؤول الإعلامي لحملة قطر النشيطة. حياك الله معنا خالد، سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا في برنامج في الضحى. يا مرحبا أشوق، أرحب فيك ونايف والمشاهدين كلهم، وسعيد بتواجدي معاكم، وانتم دائما لكم بصمه مميزه في فعالياتنا في اللي تقيمها اللجنه الاولمبيه. الله يجزاك خير، اسعدنا تواجدك. وفي البدايه نبي نتكلم عن البطوله هذه، وشنو الهدف من اقامتها؟ طبعا بطوله الشواحف انطلقت في 2012. طبعا مفهوم الشواحف هو جمع شاحوف، اللي هي المراكب التقليديه القديمه والصغيره اللي كانوا اهالينا ابائنا واجدادنا كانوا يركبونها في البحر في ذيك الايام. فحبت اللجنه الاولمبيه انها احياء تراث من خلال الرياضة، فكانت هذه المسابقة انطلقت في عام 2012 وتطورت البطولة، كل سنة تكون فيها إضافات جديدة. السنة هذه النسخة الرابعة للمسابقة من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى راح تكون بكرة إن شاء الله يوم الجمعة في كتارة، ويوم 4/3 راح تكون المسابقة المرحلة الختامية في الكورنيش. المسابقة عبارة عن 10 مجدفين أو 10 مشاركين كلهم من أهل قطر، يمثلون 10 مناطق من مناطق الدولة. طبعا كل فريق ينتمي لمنطقة، مش بس انطلاق اسم، كلهم من أهل المنطقة، سواء أهل الذخيرة، أهل الخور، أهل الوكرة، أهل الريان، أهل المناطق هذه كلها مشاركين في هذه المسابقة. كلهم خضعوا لفحص طبي ولياقي قبل فترة أثناء التسجيل، كلهم رفقوا شهادات لياقة طبية، تدربوا للمسابقة، لأن المسابقة يبي لها نفس قوي، يعني تتكلم عن 3 كيلو تجديف في البحر. فكلهم ما شاء الله يعني متمرسين، ودائما حتى اللي شاركوا يحبون أو يحرصون أنهم يشاركون في السنوات اللي بعدها. شفنا مجموعة فرق مستمرين من أول نسخة، مجموعة فرق أصبح في عندهم مسألة إحلال وتبديل، يعني مثل هالخور وهالذخيرة شفنا بدأوا يدخلون عناصر شابة، يعني اللي كان مشارك جاب ولده بداله، صارت فيه يعني فيه تطور في المسابقة ولها لذة خاصة، لأن المشاركين كلهم يعني لما تجي تشوف على الشاطئ تشوفهم ما شاء الله أهاليهم، جماعتهم، عيال عمهم، في توريث ما شاء الله. إيه لا ما شاء الله، يعني فيه حماس ومشاركة من الكل وتفاعل من الكل، يعني تلقى هل الخور وهل الذخيرة وهل الوكرة وهل الريان كلهم موجودين على الشاطئ يشجعون عيال عمهم وجماعتهم موجودين في القوارب. طبعا خالد، جميل لما احنا نشوف هذه المبادرات من اللجنة الأولمبية القطرية اللي هي تشجع على الإحياء الرياضات التراثية القديمة طبعا في الدولة. جميل أيضا احنا نشوف هذا الدعم اللي هو مقدم منكم، مقدم من اللجنة الأولمبية، مقدم من الهيئات بشكل عام، تدعم الشباب والمواهب القطرية في مثل هذه المجالات. فجميل أنت ذكرت نقطة أن هناك في زوار أو في حضور، من هذه الحضور راح يكونون هم أكيد الأهالي، هم يشجعون ويدعمون، نقدر نقول أهلهم يساندونهم في مثل هذه المسابقات الجميلة. نتحدث أكثر عن جانب الزوار، هل أنتم خصصتم لهم مثلا اماكن معينه انهم يكونون متواجدين يتوافدون فيها، فعاليات مختلفه ممكن هم يكونون متواجدين لما يكونون متواجدين هناك، في سواء اهالي اطفال صغار يكونون مشاركين في فعاليات انتم نظمتوها؟ هو اكيد في اماكن خاصه للجمهور، للمتابعين المسابقه نفسها. اثناء المسابقه اصلا الكل مندمج في المسابقه نفسها، لان احنا دائما نشوف حتى اساليب جديده نشوفها في التشجيع، في تحميس الجماهير. فدائما كل سنه عن سنه نشوف انه في اقبال اكبر من قبل الجماهير اللي ينتظرون المسابقه دائما في كل عام. وما شاء الله المشاركات من مختلف مناطق الدوله، فنبي نتكلم عن الداعمين لهذه البطوله، من هي الجهات اللي ساعدتكم انكم تنطلقون وانكم يعني يكون لكم شأن وتورثون هذه البطولة؟ يعني العالم ما شاء الله قاعد تتكلم عن إقبال أهالي، إقبال ناس يجون حق عيال عمهم، فهالأشياء هذه ما نبي نخسرها، فمن الداعم؟ هو أكيد طبعا اللجنة الأولمبية هي صاحبة الفكرة والقائمة بشكل كامل على هالمسابقة، بالتعاون مع الاتحاد القطري للشراء اللي يوجه لهم كل التحية والتقدير على الدعم، المكتب الهندسي الخاص اللي وفر لنا الشواحيف وقاعد يساعدنا أيضا في الصيانة الدورية لها، قاعد يوفر كل متطلبات
اللي يحتاجوا لهم متسابقين من ناحيه الشواحيف نفسها. كتاره يعني مرحبين فينا دائما على شواطئهم، كذلك وزاره البلديه في مساله في الكورنيش ايضا. هناك شركاء دائما يساندوننا ويكونون عون لنا دائما في هذه المسابقه. بالنسبه للجنه المبيه قائمه على تنظيم المسابقة، على إعداد لوائح البطولة، المسابقة مع الاتحاد القطري للشرائع. بالنسبة للجوائز أيضا مقدم من اللجنة الأولمبية بشكل كامل. البطولة يعني حتى أهل قطر نفسهم قالوا إحنا حتى لو ما كان في فلوس راح نشارك، يعني هذا شيء مميز إنه ما قاعد يسعون مسألة المردود المادي كثر ما هم عجبتهم المسابقة وعجبتهم الرياضة هذه ويبون يحيون تراث الآباء والأجداد. المسابقة طبعا تم رصد لها 2,000,000 ريال، طبعا المركز الأول راح ياخذ 600,000 ريال، المركز الثاني 400، المركز الثالث 300، إلين العاشر اللي أيضا راح يحصل. فكل المشاركين راح يحصلون على مكافآت مادية، لكن نرجع ونأكد أنه كل المشاركين أكدوا أنه حتى لو ما كان في مردود مادي هم راح يشاركون راح يشاركون. طبعا جميلة، ما احنا قاعد نشوف هذه الردود الأفعال من المشاركين نفسهم أن هي المشاركة فقط أكثر وأهم أكيد من الجائزة. فحلو احنا قاعد نشوف كلجنة أولمبية قطرية تدعم هذه المواهب. طيب بالنسبة للي هذه طبعا المواهب هي مشاركة، لكن بالنسبة للي حابين يشاركون في هذه نقدر نقول هذه المسابقة، هل هناك شروط معينة اللي يجب أن يلتحقون فيها أساسنا يستطيعون المشاركة في النسخ القادمة؟ أكيد إحنا بالنسبة لهالمسابقة بالتحديد مسابقة الشواحيف طبعا فيها لها شروط، مسألة اللياقة، مسألة أن يكون لاعب طبيا يجتاز، مسألة الاختبار يكون عارف للسباحة، أن يكون ملم بأمور البحر، لازم يكون كلهم الفرق كلها قطريين. هذه الشروط الأساسية. طبعا في مبلغ تأمين يسترد بعد المسابقة لضمان تواجد الفرق كلها. بالنسبة للي حتى ما تنطبق عليه مسألة بعض الشروط أو مثلا ما حصل فرصته، لأن احنا نتكلم أنه عندنا 10 فرق المقبلين، اللي دائما العشر فرق هذه طريقة التسجيل أنه اللي يسبق، ويجونا ناس ما شاء الله يقعدون ويتنج ليست انتظار كثير في بالنسبة لها المسابقة. لكن اللي حاب الرياضة كرياضة، الاتحاد القطري للشراء والتجديف يرحب بكل الناس اللي حابين يتعلمون هالرياضة أو مسألة حتى على مستوى الرياضة الاحترافية، يقدمون الدعم لكل من يوصل عندهم. جميل، يعني أخوي خالد نقدر نقول فعلا من كلامك أن هناك في إقبال كبير على هذه الرياضة الشعبية، خصوصا من بعد ما أنتم أطلقتوا هذه المسابقة صار في اهتمام أكبر. في ظرف 2 أو 3 تلقى التسجيل خلص، يعني في ناس منتظرين على الويتنج ليست ما شاء الله، يعني فما شاء الله في تفاعل كبير. زين ما شاء الله على التفاعل هذا، الخطوات القادمة هل في مشاركات خارجية؟ هل في شأن؟ هل في تطوير لهذه المواهب اللي الحين الشباب ما شاء الله أنت قاعد تذكر أنهم حابينها حتى لو بدون فلوس جايينها، ففي تطوير لهذا الموضوع؟ في بالنسبة لهالمسابقة احنا محاولين نحن تكون على إطار هالقطر، لأن نبي نحيي التراث لهالقطر. لكن في مسابقات أخرى احنا نسويها على مستوى دول مجلس التعاون، بس مش على مستوى الشاحوف، تكون بعض القوارب الثانية، وفيه منافسة كبيرة خاصة من عمان والإمارات ما شاء الله متمرسين في هالجانب، فدائما نشوف في تفاعل كبير. البطولة دائما تدور بين دول مجلس التعاون كلها، ففي مشاركة أيضا خليجية على في هالإطار. لكن بالنسبة للشواحف كشواحف احنا مركزين على هالقطر، نعطيهم فرصة، لأن إذا جانا مسألة المشاركات الخارجية فتحنا باب التسجيل للمستوى الخارجي راح تقل فرصة هالقطر، وإحنا حابين نحن نعطي الأولوية لهالقطر، لأن في مسابقات أخرى قاعدة تصير على الإطار الخليجي. طبعا اكيد احنا نتمنى لكم التوفيق في هذه المسابقه وهذه البطوله اللي هي خصصت تحديدا لاهالي قطر، واكيد في مسابقاتكم الثانيه اللي هي تخص الوطن العربي وان شاء الله العالميه، ليش لا، اكيد احنا نتمنى لكم التوفيق. من ناحيه العالميه هي طبعا في رياضات مختلفه اللي هي مسابقات التجديف اللي هي الرياضه الاحترافيه اللي دائما احنا نشارك فيها على المستوى الاولمبي والمستوى الاسيوي، يعني كنا مشاركين في الاسياد في كوريا، كان في منتخب قطري اعمار صغيره جدا مشاركين في هالرياضة، عندنا منتخب قادم بإذن الله تعالى سواء على مستوى الذكور أو الإناث، فالحمد لله رب العالمين القاعدة تبشر بخير. الحمد لله. الله يعطيك العافية الإعلامي خالد القحطاني، ما قصرت، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا البطولة إن شاء الله. أحتاج منك كلمة أخيرة أو إضافة بالنسبة لهذه البطولة. بالنسبة لهالبطولة احنا نوجه الدعوة لكل الجماهير انها تحضر وتستمتع في هالفعاليات اللي موجودة في كتارة يوم بكرة ان شاء الله الساعة 2 الظهر تبدأ المسابقة، ايضا يوم تاريخ 4/3 راح تكون المرحلة الختامية والتتويج، راح تكون هناك فعاليات اكبر، راح تكون هناك
بما ان في تتويج في فرحه بتشوفون يعني الفرحه اللي موجوده عند المشاركين كلهم سواء الخاسر ولا الفائز ما حد خاسر اصلا يعني نشوف اجواء جدا مميزه فالدعوه موجهه للجماهير كلهم للحضور لهالفعاليه والاستمتاع بهذه الاجواء طبعا اكيد نضم صوتنا صوتك اخوي خالد بما يخص الدعوه فهي دعوه مفتوحه نفس ما ذكرنا ومشاهدينا هذه ايضا احنا دعوه منا كبرنامج فيضح انكم فعلا تحضرون وتستمتعون بهذه الاجواء الجميله وتشجعون نقدر نقول كل واحد يشجع منطقته اكيد كل واحد يشجع منطقته طبعا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم بعد انتهاء هذه الفقره الجميلة والمميزة أكيد مع الإعلامي خالد القحطاني راح نروح معاكم إلى فقرتنا السياحية مع تقرير أكيد مع أخونا أحمد العبد الله تفاصيل أكثر في هذا التقرير فاصل ولنا عودة شاطئ سميسما يقع في الجزء الشمالي من دولة قطر يتكون 52 فيلا وتقوم إدارة مجموعة فنادق مرو بإدارته التشغيلية هناك ثلاث أنواع من الفلل أربع غرف مع بركة سباحة وثلاث غرف وغرفتين تتميز هذه الغرف بتصميمها الحديث والذي أيضا يميز المنتجع من ناحية أخرى بشكل عام اللي هو تصميمه الحديث الذي يعكس ويدمج بين الفخامة والأصالة وبين العادات والتقاليد المحلية أولا تم بناء المجمع من تقريبا خمس سنوات تمت عملية الإنشاء بشكل تدريجي وتأسس في هذه المنطقة لأن منطقة سميسما هي منطقة معروفة لدى أهل قطر وهي منطقة تراثية قديمة وقرية تراثية قديمة معروفة بأصالتها بروحها التقليدية وأيضا المنتجع بشكل عام يتميز عن بقية المنتجعات بوجود نادي صحي ذو علامة تجارية عالمية وبوجود مرافق ترفيهية متنوعة تخص الأطفال وهو وجهة عائلية فقط أدعو جميع الناس أو جميع العائلات الموجودة في دولة قطر وخارج دولة قطر إلى تجربة وخوض تجربة الإقامة في منتجع سميسما حيث نوفر جميع سبل الراحة من ناحية الإقامة من خلال الفيلا نفسها أو من خلال مرافق العمل المتوفرة رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اليوم تكلمنا عن مواضيع كثيرة أولها اللي تكلمنا عن تمكين الشباب وتكلمنا عن التطوع والضيوف اللي كانوا جايين من مركز قطر التطوعي طبعا نفس ما نعرف انه هو التطوع هو الركيزه الاساسيه لبناء المجتمع ايضا في حلقتنا لهذا اليوم تطرقنا لمواضيع اخرى فيما يخص المجوهرات ومعرض الجوحه للساعات والمجوهرات اللي راح يقام واصلا اقام وراح يكون لمده عندنا الخميس والجمعه والسبت ايضا راح تكون الدعوه مفتوحه وعامه ذكرنا نايف بالاوقات طبعا معرض الدوحة للمجوهرات موجود معاكم اليوم تقدرون تزورونهم لين الساعة 10 بالليل وبكرة يوم الجمعة من الساعة 3 المساء لين الساعة 10 المساء نفس الشيء ويوم السبت راح يكون آخر يوم وين مكانه عند السيتي سنتر بين السيتي سنتر وزارة العدل مركز الدوحة الجديد للمؤتمرات فهذا شيء جميل ومعرض جميل تقدرون
تزورونا في هذه العطلة. طبعا اكيد هذه الدعوة احنا نوجهها مرة ثانية ونكررها لمشاهدين برنامج فيضح، ان ايضا جمعة راح تكون يوم الجمعة غدا ان شاء الله في كتارة راح تكون ايضا انطلاق اللجنة الاولمبية القطرية اللي هو المسابقة اللي احنا سبق وتحدثنا عنها في فقرتنا لهذا اليوم. فجميعنا قاعد نشوف دائما هذه المسابقات والفعاليات المختلفة في دولتنا قطر، قاعد نشوف الانشطة المختلفة والمتعددة اللي ما تحتضن فقط فئة معينة، قاعد نشوف كل الفئات العمرية مشاركة فيها. فهذه دعوة يقدرون يروحون الجمهور؟ طبعا كل حد يقدر يروح ويشارك في هذا الموضوع. فمشاهدينا نقدر نقول وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فيضح، اتمنى انكم فعلا استمتعتم واستفدتم من هذا المواضيع الشيقه اللي قدمناها. وبالنسبه للاعاده متى راح تكون نايف؟ الاعاده عندكم الساعه 2 الظهر، وراح تلقونا نفس الشيء 2 بعد منتصف الليل. وعلشان تكونوا متواصلين معنا نفس ما تشوفون وسائل التواصل الاجتماعي قطر تلفزيون الاسم الموحد لنا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تقدرون تتابعونا تعرفون آخر الأخبار تشوفون الحلقات القديمة أو أي شيء تبون تشوفونه. إلى هنا نستودعكم الله ونقول لكم بديناها بابتسامة، لأن هي بابتسامة فمان الله.